أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. بتمنى منكم الدعم والاشتراك، لأنه هلأ الفيديو صرت مسجله 3 4 مرات، عم حاول إني أعطي المعلومة بأدق ما يمكن. يعني الدرس اليوم فيه شوية أفكار مميزة، فتابعوا معنا وركزوا معنا. طبعا هذا الفيديو التاسع، وفي مقارنة كمان ما بين الطريقة التحليلية باستخدام سوليد ووركس. هلا هون راح نقدم نحن نموذج لبروفيل على شكل حرفتين، وراح ندرس الإجهاد بالإزاحة ونقارن النتائج مع بعض. هلا نص السؤال هو: احسب ردود الأفعال والعزوم وكذلك إجهاد الانحناء والإزاحة الناتج عن تأثير قوة شاقولية لجائز مثبت من طرف وحر من الطرف الآخر. إذا علمت أن مادة الجائز خليط الحديد هو هاي القيمة بنيوتن بمتر مليمتر مربع، طبعا هذا هو البروفيل وهذا هو المقطع العرضي والأبعاد المعطية، وهي القوة F 1500 هون. فمن هاي الرسمة احنا ببين معنا انه عندنا رد فعل هون بالمسند B، وعندنا رد فعل كمان بالمسند B. بالنسبة للإكس نشوفه بالتمرين هون. هذا بالنسبة للإكس هي صفر، اما بالنسبة للواي فهي بتعكس القوة 1500، فبيكون ال اف واي بي هي بتساوي 1500 نيوتن. هاي نحن بقات مجموع القوة على المحور اكس بيساوي صفر، مجموع القوة على المحور واي بيساوي صفر، هلا بنلاحظ تطابق النتائج بين الحل التحليلي والنمذجي. حساب أقصى إجهاد انحناء سيجما بساوي M على Z. M هي العزم وتساوي MB 22,000 مليونين و250,000 نيوتن بمليمتر. الزد بيساوي الزد بيساوي العزم العطاري على سي. طيب شو هو الاي؟ هو قلنا عزم العطالة، فنحن في قانون هي بي اتش للتكعيب ناقص بي اتش للتكعيب على 12. بيطلع معنا عزم العطالة. بعدين السي هي بعد النقطة عن المحور المحايد، فهي بتكون اتش على 2. بتطبيق القوانين نحن بنحصل على النتائج. هلا هون بالتالي أقصى إجهاد انحناء سيجما يساوي ام على زد، طلع معنا أقصى إجهاد انحناء بنيوتن على مليمتر مكعب مربع عفوا. طب الإزاحة، هلا هون عندنا الجدول هذا، فبناخد W بقل التكعيب على 3E بعزم العطالة، لأنه نحن عندنا هذا الشكل القوة مطبقة هون بآخر الجائز. هذا القانون نحن بس استبدلنا ال M بال F. ال F هي 1500 نيوتن، منطبق القانون وبنحصل على الإزاحة. هلا بننتقل نحن لبرنامج السوليد ووركس. وهلأ نحن بننتقل لرسم السكتش. رسم السكتش هو موضوع جدا مهم ولازم ينأخذ بعين الاعتبار، لأنه عدم تقييد السكتش أثناء التصميم إذا أنت اضطريت لتعدل بأبعاد القطعة رح تأثر على أبعاد تانية
في حال انت ما كنت مقيدهم، لازم يكونوا كل الخطوط لونهم اسود. هذا موضوع جدا مهم ولازم ناخده بعين الاعتبار يعني. فنحن عندنا قائمة فيديوهات موجودة على اليوتيوب بالفيتشرز، بيطلع عددهم تقريبا 70 فيديو، ممكن انت تستفيد منهم و تزيد خبرتك يعني، وتتعلم تقييد البعد يعني كأمثلة يعني. وفيك كمان تراسلنا انك تصمم شيء وتراسلنا اذا في اي سؤال بخصوص هذا الموضوع. وبعدين بنعمل نحن اكسترود عادي بالبعد اللي هو معطى معنا بنص المسألة، لان احنا هون بالسوليد وبمواضيع البرمجة بشكل عام تحس حالك عم تترجم نص السؤال لنص بيفهمه او لطريقة بتفهمها خوارزمية البرنامج يعني. مهم جدا. هلا نحن وقت بنسمي، هلا بنبدا بدراسه جديده وبنحط تسميه لهي الدراسه، مهم جدا انك تحط تسميه بتتناسب مع مكان العمل اللي انت عم تشتغل فيه. المنطقيه والتسميه لما بتسمي بشكل صحيح بترتاح لبعدين، ما بتضطر ترجع تعدل الاسماء مثل ما صار معي انا هلا. يعني بدي ارجع اعدل اسماء الفيديوهات كلها لتتناسب ما بين اليوتيوب والفيسبوك والشوبيفاي والموقع والى اخره. فموضوع جدا مهم انك تدقق على موضوع التسمية. بعدها بنضيف المادة، نرجع لدرسنا، بنضيف المادة، بنقوم بالتثبيت بالمفصل، وبعد ما بنثبت بنضيف القوة. القوة هي 1500 على المفصل الثاني، انا مفصل A مفصل B، بس بالتصميم ما بين معنا الاسماء يعني، بس ما في مشكلة، هي النتائج راح تكون مبينة واضحة. راح نضيف القوة ونحطها موازية للسطح، وهي القوة 1500 نيوتن. بعدها بنعمل تقطيع للشكل وبصير جاهز للدراسة. بنعمل له دراسة تحليل الإجهادات، وبعدها بيطلع عندنا مخطط الإزاحة ومخطط الإجهاد. بنشوف النتائج بشكل مفصل، وهي نفسها النتائج اللي حصلناها بالطريقة التحليلية. احنا زفتنا على تعديل، فينا نقوم بتعديل الواحدات للنتائج، طريقة عرض النتائج بس تناسب الشركة اللي عم نشتغل فيها، ناخد الأرقام المناسبة بالواحدات المعتمدة. الأغلب الشركات هي بتعتمد الدولية الايزو يعني، لبريطانيا يعني الواحدات. نتمنى تكونوا استفدتوا وتابعوا معنا السلسلة.